السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اولا انا بشكركم جدا 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 على دعمكم ليا والمجهود الرهيب اللي احنا عملناه، يعني 5 شهور علشان اوصل للالف مشترك، واخيرا الحمد لله بفضل ربنا. يعني انا مش عارف والله اشكركم ازاي، يعني عايز اقول لكم انا مش عارف، يعني مش عارف اعبر لكم عن فرحتي دي. انا حقيقي مبسوط جدا ان انا الالف مشترك دي بتبقى حاجة صعبة جدا ان الواحد يوصل لها. في حاجة اسمها للناس اللي مش واخدة بالها من اليوتيوبر، او الناس مش واخدة بالها من اللي بيعملوا محتويات او قنوات، يعني ان في حاجة اسمها شروط اليوتيوب. الشروط دي اللي هو انك تحقق 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. طبعا كنت بستعمل موبايل في التصوير، ولحد دلوقتي بستعمل موبايل، وان شاء الله اظبط الاضاءة اكتر، وان شاء الله التصوير يكون احسن كمان من كده. انا دلوقتي حققت الالف مشترك، بقي لي 4000 ساعة. طبعا انا علشان احقق 4000 ساعة، هو مش مستحيل. الناس اللي وصلت لملايين المشاهدات او ملايين المتابعين عندهم المشتركين، دي حاجة كانت مستحيلة بالنسبة لهم في البداية، بس هي مش كده. ان شاء الله بدعمكم ليا بفضل ربنا باذن الله ومجهودكم معايا، وانا هحاول برضو على قد ما اقدر ان انا اظبط المحتوى اكتر واطور منه. وانا ما ظهرتش من زمان انا عارف، بس انا بحابب ان هو ايه، عايز اظهر بشكل افضل شوية. فانا بنزل لكم فيديوهات يا متسجلة قبل كده او مقاطع صغيرة كده. ان شاء الله هيبقى في حاجات افضل في التصوير، والمونتاج هيكون احسن باذن الله. انا بحاول كده اطور من نفسي. انتوا لو رجعتوا لاول فيديو مش زي اخر فيديو، يعني ان شاء الله اكون احسن باذن الله. القناة مش حاجة من غيركم، يعني المحتوى، في ناس اعرف قنوات بينزلوا محتوى كويس جدا بس ما عندهمش متابعين كافيين، وممكن علشان هو مش عارف يوصل الفكرة، او ممكن ان هو ممكن يبقى عنده على فكرة معلومات قيمة جدا بس هو مش عارف يمنتج صح. فان شاء الله احاول اظبط الحتة دي، ولو في افكار ليكو يعني بالنسبة للقناة او حاجات اخلي قناة تكون افضل، ممكن تسيبولي في الكومنتات. طبعا في حاجات كتير يعني في يوتيوبر كتير بيحتفلوا كل 1000 مشترك، كل 100000، كل 1000000، ما شاء الله، يعني يا ربنا يزيدهم. فاحنا على قدنا يعني شوية، فاحنا علشان وصلنا لالف مشترك، فانا هختار 5 انا هختار 5 هرسمهم بورتري، تمام؟ والخمسة ده انت ممكن تكون واحد منهم. فسيب كومنتات كتير واعمل مشاركة للفيديو ده، عايزين الفيديو ده يوصل. بص، انت كل ما هتسيب كومنت كل ما هتلاقي الفيديو اصلا بينتشر. وطبعا لايك، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هتلاقوا الرابط تحت في الوصف. هقول شروط المسابقة في الوصف برضو، ممكن اقولها دلوقتي علشان اللي حابب يعرف. هرسم لك بورتري، البورتري ده هيكون بالفحم ومتبروز وحاجة شيك جدا. طبعا انت شفت شغلي قبل كده. انا هختار عشوائي، تمام، لأكتر كومنت واكتر يعني اكتر حد هيعمل مشاركات، بتوصل بيظهر عندي مين اللي عمل مشاركات للفيديو، والله المستعان. وان شاء الله القناة تكبر اكتر وتشوفوني حاجة كويسة في المستقبل بفضلكم طبعا. وأنا بشكركم جدا جدا على ثقتكم فيا، والناس اللي لسه حقيقي أنا بشكر، يعني مش عايز أقول أسماء علشان ما انساش حد، بس في ناس لحد آخر لحظة بتسيب لي كومنتات وأنا مبسوط منهم جدا. والله أنتوا ناس جميلة والله العظيم بجد. بس مش هطول عليكم، واشوفكم الحلقة الجاية، وان شاء الله هعلن على الناس اللي هتفوز في المسابقة الجميلة دي. ان شاء الله بعد كده هعمل حاجات احلى شوية وتبقى اكبر وهدايا اكبر. بالمناسبة انا حققت من 4000 ساعة تقريبا 700 ساعة حاجة زي كده، يعني لسه المشوار طويل شوية لما ابتدي ان انا قناتي تتفعل على اليوتيوب. هي كده نص تفاعل شوية، لما تتفاعل خالص بقى يبقى ان شاء الله باذن الله.
انا املي في ربنا كبير وفيكم كمان. يلا بقى مش هطول عليكم، والسلام عليكم.